مرحبا طلاب المرحلة الأولى، أعطيناكم التجربة رقم 3، يعني اشتقنا لكم القانون النهائي مالت التجربة نظريا، اللي هي كانت الـ standing waves in a string، يعني الموجات الواقفة في حبل أو موجات الساكنة أيضا نسميها، أيضا تسمى ميلز اكسبيرمنت، تجربة ميلد نسبة للعالم ميلد. التجربة طلاب، الهدف من التجربة هدفين رئيسيين. أول هدف هو أنه نحقق الموجات الواقفة في حبل رفيع، يعني موجة مستعرضة طبعا. الهدف الثاني هو أنه نوجد التردد لشوكة رنانة تهتز باستخدام مولد ذبذبات. الماتيريا والأباراتس مالت التجربة ده تشوفون أمامكم، عندي مولد ذبذبات التردد مالته 100 هرتز، وهذا القيمة النظرية مالت التردد مالت الشوكة 100 هرتز. فأنتم بالتجربة راح تشوفون هل هو فعلا 100. عندكم حبل سترينج، عندكم وايت بيبر، طبعا هذا الوايت بيبر الأوراق البيضاء، أنا راح أقول لكم شنو الهدف من عندها حتى نشوف البطون والعقد الموجودة بالموجة الساكنة اللي تتولد. أيضا ما موجود بالتجربة عندنا حامل أثقال مع سلوتد ويتس، مع أثقال مشقوقة، أو يعني هاي شوفنا لكم إياها سابقا بالتجربة مالت النابض، بالتجربة مالت الحذافة، الفيديو مالته تقدرون ترجعوا له. أيضا عندنا مسطرة مترية، عندنا بولي بكرات، عندنا كلامبس، عندنا مواسك، وعندنا زائدا ثريد حبل طول مالته 2 متر نستفاد منه بالهذا. نبذة تاريخية عن تجربة ميلد، وش وقت بدأ بي ميلد، يعني فرانس ميلد بال 1860، نبذة تاريخية عن التجربة. بس اللي يفيدنا بالتجربة هي شنو الموجات الواقفة. الموجات الواقفة هي موجات ساكنة، موجات ما لها خاصية الانتشار، فقط تنتقل بالجزء اللي دي يصير به حركة الموجة. يعني بمعنى ده تشوفون أمامكم عندي هاي البطون، طبعا هي الموجة الساكنة أو الواقفة هي موجة عبارة عن بطون وعقد، ده تشوفون هذا البطن الفايبريشن به الموجة يهتز عظم ما يكون. هنا عندي نود عقدة، هنا أنتي نود يعني ضد العقدة، يعني بطن بما معناه. فبطون وعقد، بطون وعقد، وتكون العقد بها ما بها اي حركه، بينما البطن لا يكون الفايبريشن اعظم ما يكون. ليش تتولد هاي الموجات؟ تتولد بسبب تراكب موجتين، موجه ساقطه، يعني مثلا موجه تسقط على هذا الجانب اليمين، بعدين تنعكس تداخل ويا اللي يسقط. فلما تنعكس الموجه فرق الطول راح يكون 180 مالت المنعكس عن الساقط، وبالتالي التداخل راح يكون بناء واتلافي. الاتلافي هو بالجزء اللي هو عقد، نود 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 نود، انتي نود بالبطون لا، التداخل راح يكون بناء اعظم ما يكون. وهذا الشكل هم يعني هذا الشكل ايضا دا يوضح لكم البطون والعقد. بالنهايات دائما تكون ساكنه، دائما عقد بالنهايات، يعني بدايه الموجه دائما هو عباره عن عقده، بطن بعدين عقده، ونهايه الموجه هم يكون عقده عباره، وبيناتهم بطون. طبعا هذا الشكل دا يوضح لكم الموجه، الموجه هو عباره عن تذبذب يعني ناتج من اضطراب الوسط، فد شيء دا يهتز، وبالتالي تكون موجه، موجه اما تكون، والموجات تعرفون موجات نوعين، اما موجات ميكانيكيه واما موجات كهرومغناطيسيه. الميكانيكيه بها جانبين، بها قسمين، الميكانيكي اكو موجه طوليه مثل موجات الصوت اللي هي عباره عن تباغض وتخلخل بالوسط اللي دا ينقلها مثل الهواء، وتحتاج الى وسط ينقلها طبعا. والموجات الميكانيكيه المستعرضه مثل من؟ مثل موجات الزلازل او موجه هاي تشوفون امامكم الحبل، ودي يعني دانطي هزه بحيث يعني يهتز، يعني ايضا موجه مستعرضه. موجات الزلازل يعني هي موجات خطره تعرفون، يعني تسوي يعني انهيارات بالمباني ويعني كوارث. فالموجه الميكانيكيه بها جانب مستعرض وجانب طولي، اما الموجه الكهرومغناطيسيه دائما تكون موجه، يعني دائما موجه مستعرضه. تلاحظون هاي هذا بالتجربه، هاي الشكل، هنا عندنا هاي الشوكه الرنانه، هاي الشوكه لما يمر بها، طبعا هاي الشوكه من معدن مال حديد، فلما يمر بها يعني لما اخلي هنا يعني امر تيار متناوب الى فد مغناطيس صاير ما بين الطرفين مالت الشوكه، راح يتولد مجال مغناطيسي يعني متناوب. المجال المغناطيسي المتناوب راح يولد قوه مغناطيسيه متناوبه، وبالتالي القطعه المعدنيه راح تهتز ذهاب واياب. هذا ايش راح يسوي؟ هذا الحبل راح يهتز، تتولد بموجه، الموجه يعني بما معناه قمه قعر، قمه قعر، يوصل الى هذا البولي اللي هو البكره. ايش راح يصير بالموجه؟ راح تنعكس، راح تتداخل ويا الموجه اللي تسقط، فيصير عندي بطون وعقد. تشوفون هنا هاي الويت، هاي الاثقال، اثقال بالتجربه دائما اغير، يعني مثلا اخلي 100 جرام، 150 جرام، 200، 300 جرام، وكل مره اشوف العقد، البعد بين عقدتين متتاليتين، ايش قد البعد بين عقدتين؟ دي يزيد يقل؟ هو راح يزيد طبعا. وبعدين مره يعني فد علاقه رياضيه راح نستخدمها نوجد منها تردد الشوكه الرنانه. هذا شكل اخر ايضا تشوفون البطون والعقد، البطون عقد، وهكذا هلو مجرا. وهنا هاي البولي البكره، وهنا عندي الهانجر الحامل مال الاثقال، وهنا السلوتد ويت اللي الويتس اللي هي الاثقال المشقوقه.
هذا شكل اخر، دا تشوفون هذا الحامل مال اثقال، هذا الاثقال مالتي، وهنا أنا هذا البولي، وهنا أنا الحبل، وهنا أنا هذا الفريكوانسي جنريتر مولد ذبذبات او فايبريتر جنريتر، يعني حتى يولد لي ترددات معينه بالتجربه 100 هرتز قلنا لكم. طبعا السرعه مالت الموجه، سرعه الموجه، السرعه اللي تتولد بحبل، السرعه لها علاقه بمن؟ لها علاقه بالكثافه الطوليه مالت الحبل. الحبل ايش قد يعني الكثافه الطوليه مالته؟ احنا نعرف الكثافه الطوليه يساوينا طول الحبل على كتلته ايش قد. فهذا مقدار كلش قليل، يعني نعطيكم اياه بالتجربه 3 في 10 اس ناقص 3 جرام على سنتيم. هنا التي كابيتال هو شد بالحبل، فسرعه الموجه الساكنه يساوينا تحت الجذر الشد الموجود بالحبل على الكثافه الطوليه. بما انه انتم بالموجيه تعرفون يعني ماخذين انه النيو او السي، مرات اقدر ارمز له السرعه بالموج، سرعه الموجه هو شيء يساوي تردد الموجه في اللامدا الطول الموجي. الطول الموجي شيء يمثل عند الطلاب الطول الموجي؟ الطول الموجي يمثل البعد بين، الطول الموجي يمثل بعد بين قمتين متتاليتين او قعرين متتاليين، هذا يمثل عندي الطول الموجي، يعني من هاي القمه الى هاي القمه قمتين متتاليتين هذا لامدا، هو نفسه البعد بين يعني قعرين متتاليين. اما اللي عندي ايضا يعني الزمن الدوري ما مهم عندي، بس مهم هو بالتجارب مالت النابض ومالت البندول، فما راح اتطرق له. فاني عندي سرعه الموجه شي يساوي لنا التردد في الطول الموجي. هسه اساوي المعادلتين واحد واثنين، لانه هذا في وهذا هم في، يعني هذا سرعه وهذا هم سرعه، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ التردد مضروب في الطول الموجي راح يساوي تحت جذر تي على ميو، اقصد معادله رقم اثنين. هسه لاحظوا معادله رقم اثنين اني شريد التردد، فلازم اخلص من اللمده احول للطرف الاخر احصل على معادله رقم ثلاثه. اذا تشوفون امامكم بقيت التردد، اذا راح يساوي لنا تحت جذر تي كابيتال تي على ميو مضروب في واحد على اللمده، معادله رقم ثلاثة. هسه ايش راح نسوي طلاب؟ يعني بس مجرد انه اربع الطرفين، اربع المعادله رقم ثلاثه راح يصير عندي تردد تربيع يساوي واحد على لمدة تربيع الجذر، راح يروح تي على ميو. بما انه الشد الموجود بالحبل هو شيء يساوي الكتله في التعجيل، الكتله مالت من؟ الكتله مو مال الحبل، الكتله مال هاي الاثقال اللي انا اخليها دائما، اخلي مره 100 جرام 150 جرام 200 جرام او 100 100، 100 جرام 200 جرام 300 جرام، وكل مره اشوف البعد بين اي عقدتين اختارهن، الجذر البعد بين العقدتين ايش قد يزيد. يعني مثلا اذا اختار هاي العقده وهاي العقده هنا اخلي 100، اشوف البعد ايش قد بين العقدتين هذني اسجله عندي، اخلي 200 جرام هسه اشوف نفس العقدتين ايش قد راح يصير البعد بيناتهم هو اسجله عندي، وهكذا. تجربه جدا سهله. فايش راح يصير عندي لما اعوض هنا بالمعادله رقم اربعه؟ اعوض بدال التي الكتله مالت الاثقال مضروب في التعجيل الارضي اللي هو 980، احصل على المعادله رقم خمسه اذا تشوفونها امامكم. راح اشوف انه اللمدة تربيع لما اقسمه على ام، يعني بس طرفين في وسطين، يعني الام اللي هو هنا بالبسط راح اخليه مقام المقام، واحوله للطرف الايسر واجيب التردد اخليه الطرف الايمن، احصل على هاي المعادله. راح اشوف انه المربع الطول الموجي على الكتله مالت الاثقال هو ده يساوي لي كميه ثابته، وفعلا هو كميه ثابته. ليش؟ لانه جي تعجيل الارضي هو 980 ما يتغير، هذا ثابت يعني ثابت عالمي، وعندنا التردد مال الشوكه هو ثابت ايضا ما يتغير بالتجربه اللي هو 100 هرتز، والكثافه الطوليه مالت الحبل ايضا ثابت ما يتغير بالتجربه. احنا بالتجربه شو نريد الاف؟ لاحظوا يا طلاب التجربه مالت ال يعني مات الـ مات الـ يعني الحسابات العمليه، لاحظوا عندي هاي الاثقال ابدي طبعا الحامل، الحامل مات الاثقال كتلته يعني 50 جرام، فلما اضيف اثنين كتلتين سلوتد هاي المشقوقه اللي كتلتها كل وحده 100 جرام، 100 اضيفها لل 50 يصير 150، ابدي انا 250، يعني قطعتين كل قطعه 100 ب 100 وزائد كتله الحامل 50 فراح يكون عندي 250، 250 اضيف له 100 اخرى يصير 350، اضيف له 100 اخرى راح يصير 450. وكل مره اشوف الدي، الدي شو يمثل؟ البعد بين عقدتين متتاليتين، يعني شو البعدتين؟ طبعا هو اكو ترتيبين، يعني مثلا هنا بالتجربه اقدر اختار هاي العقده مثلا اللي هنا وهاي العقده، فبيناتهم كم بطن؟ يعني يكون عندي بطن واحد، يعني هو هذا الدي، الدي يمثل البعد بين يعني عقدتين متتاليتين. فاني عندي قانون شو يقول؟ اللمدا طول الموجي يساوي 2 دي على ان، الان هو عدد البطون اللي بيناتهم بين نقطتين اني اختارها، الدي هو يعني نقطه اني اختارها ساكنه، يعني عقده اختارها ساكنه وعقده اخرى يعني في يعني على بعد معين. اني مثلا طلاب يعني 2 دي على ان اللمدة، لاحظوا وياي هنا لما ارجع للتجربه
لما ارجع هنا لاي شكل من هاي الاشكال الموجوده، مثلا اختار هاي العقده اللي هنا وعقده متتاليه بعدها، فعدد البطون اللي بيناتهم بطن واحد، فالان راح يكون قيمته واحد، فاللمدا يساوي 2 دي على ان، الان راح يكون واحد، فاللمدا راح يساوي بس 2 دي. اما اذا اختاريت، هاي العقده اللي هنا والعقده اللي بالاخير يم البولي، يعني العقده اللي يم الشوكه والعقده اللي يم البولي، لاحظوا وياي هنا هذا الدي اذا كل اعتبرته دي، فالان راح يمثل عدد البطون اللي بيناتهم، كم بطن موجود؟ لاحظوا 1 2 3 4، فاربع بطون موجوده، فاللمدا ايش راح يساوي؟ 2 دي على ان، الان راح يكون 4 عندي، 1 2 3 4 وهكذا، او لا انتم بتختارون عقدتين متتاليه، يعني هاي العقده وهاي العقده، فالان راح يكون ان يساوي 1، فما في مشكله هذا. المهم يعني تغيرون الاثقال وتشوفون هنا البعد بين عقدتين متتاليه ايش قد، وبعدين ورا طلعون اللمدا طول الموج هنا، اللي بما انه الان راح يكون واحد لانه البعد بين عقدتين متتاليه يحوي على بطن واحد، وبالتالي اللمدا راح يكون يساوي 2 دي. اربع وارسم بعدين رسم بياني بين اللمدا تربيع وبين الاثقال. لما ارسم بين اللمدا تربيع على محور واي اكسس والام على محور الاكس اكسس، يعني رسم من الاوريجن يعني من نقطه الاصل الخط مستقيم وطلع السلوب، السلوب اعوض بهذا القانون، لاحظوا وياي التردد شو يساوي؟ التردد راح يساوي تحت الجذر الجي اللي هو التعجيل الارضي على ميو الكثافه الطوليه اللي قلنا لكم اياها اللي هو 3 في 10 اس ناقصا 3 غرام على سنتيم، واحد على سلوب سلوب، وانتم راح تستخرجونه ترسمون رسم بياني بين اللمدا تربيع، اللمدا وحداتها بالسنتيم تربيع، وبين الاثقال مالتكم الام اللي هو بالغرام. اكو اسئله مناقشه، يعني اسئله سهله، الاشتقاق اشتقينا لكم اياه، يبقى طلابكم مجموعه من الفيديوهات تفيدكم، مثلا هنا اذا نشوف هذا الفيديو، لاحظوا هاي اثر التجربه، هاي الشوكه هنا، أنا هذا مولد مال ذبذبات هنا، أنا هذا الحامل مال اثقال ثريد يعني الحبل، وهنا هاي الستوتد ويت، هاي الستوتد ويت اللي هو الكتل المشقوقه، يعني نقدر هذا باور سبلاي مجهز قدره. المهم طلاب هنا هذا البولي مالتي البكره، هاي الحامل مال الاثقال، وهنا هاي الاثقال المشقوقه، هنا هذا مولد مال الذبذبات، وهاي الشوكه مالتي الشوكه اللي هو قطعه معدنيه، لما يمر التيار بالمولد مال الذبذبات تيار متناوب راح يهتز الشوكه، لما تهتز الشوكه تتولد هاي الموجات، لاحظوا وياي هاي الموجه امامكم هسه، هاي الموجه يعني راح تسقط على توصل للبولي تنعكس الداخل غير الموجه اللي تسقط، تتكون عندي هاي البطن وهاي العقد، لاحظوا هذا بطن هذا عقده هذا بطن عقده وهكذا هالمجرا، هنا دائما يم الشوكه عقده ودائما يم البولي، هو هسه ما طالع بالتصوير، يم البولي هم عندي عقده هذا عقده، فهذا كل الدي مثل عندي كم بطن بيناتهم؟ 1 2 3 3 بطون موجوده، 1 2 3 او اختار لا عقدتين متتاليه مثل هاي العقده، خلينا نرجع بالفيديو، خلينا نرجع هذا عقده وهذا عقده، فعدد البطون بيناتهم 1، فلمدا يساوي 2 دي على ان، الان راح يكون 1. الفيديو الاخر طلاب، يعني اذا نروح للفيديو الاخر اللي هو مثلا، يعني مثلا هذا الفيديو الثاني، الفيديو الثاني يعني هذا القانون اللي كتبنا لكم اياه اشتقينا لكم اياه، يعني هذا من جامعه اجنبيه، لاحظوا هذا البولي مالت، هاي نفس السيت اب مال التجربه مالتنا بالمختبر، يعني تلاحظون هذا البكره اللي هنا، هاي البكره الاثقال تدله واغير بيها، وهاي هنا عندي البطن عقده بطن عقده بطن عقده وهكذا هلم جرد، وكل ما اغير ازيد بالاثقال كل ما يزيد عند الفايبريشن ويزيد عند البعد بين عقدتين متتاليه، هاي فيما يخص هذا. نروح على مثلا تجربه على يعني فيديو ثالث هم يفيدكم، هنا مثلا طلاب لاحظوا لاحظ هذا البطن كلش واضح، البطن صورة البطن هاي عقدة بطن عقدة وهكذا، احنا قلنا لما نختار عقدتين متتالية بيناتهم بطن واحد فاللمدا يساوي 2 دي على ان، الان راح يكون واحد، شوفوا هذا عقدة وهذا عقدة وهنا البطن، نحسب بالمسطرة العادية طبعا نحسب البعد بين عقدتين لذا يكون بيناتهم بطن واحد. اروح على فيديو اخر همين توضيحي، هذا الهلو ثبتنا كبيرة ابو الهلو، المهم يعني مو مشكال، الاربعه لاحظوا وياي
شوف هذا هنا كلش واضح حلو، يعني ده تشوفون هنا هذا الطرف، هذا الرجال قمز من مكانه. المهم يلا مو مشكال، هذا هنا هاي الربط، مكان الربط ومكان اللي توصل به الموجه هو سد الطريق علينا، راح يكون عقده، يعني هنا عقده وبالنهايه هم عقده، هنا عدد البطون والعقد المدش العقد والبطون الموجوده يعني بالتجربه. اب وداون يعني فوق وجوه يهتزون، وهاي العقد ما بها اي فايبريشن. طبعا هاي شنو هاي طلاب؟ هاي ايضا نقدر بالتصوير البطيء، هذا بالتصوير البطيء. يعني انتم شفتوا التصوير كل السريع، هنا لا كاميرا دا يصورون بصوره بطيئه شلون الموجه تجي وتروح. هذا توافقيه اولى يسموه، موجه توافقيه اولى، ليش؟ يعني بطن واحد، فلما يكون عندي بطن واحد يسموه توافقيه اولى. لما يكون عندي بطنين مثلا ثلاث بطون هذا اسميه توافقيه ثالثه. وهكذا. وهكذا يعني الطلاب يعني هاي الموجات اللي تشوفوها هذا طبعا هنا ايضا بالتصوير البطيء نقدر بالتصوير البطيء، هذا التصوير البطيء توافقيه ثالثه واحد اثنين ثلاثه، ونقدر هسه الرجل دي يقول لو نسوي ست موجات واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، وسته وايضا تصوير بطيء هم بيه الى اخره. نروح للفيديو الاخر. هنا الطلاب بالست اب مالت التجربه لاحظوا الرجل ده يقيس البعد بين عقدتين بهذا هاي الاوبر الحدايد اللي تشوفوها امامكم، يقيس البعد بين عقدتين تتاليه يعني يثبت العقد يعني، وبالمسطره يجي هاي المسطره امامه، احنا هاي المسطره اللي نستخدمها بالتجربه، ويقيس البعد بين عقدتين متتاليه وعدد البطون بيناتهم واحد، ويسجل عنده هنا ورقه موجوده يسجل القراءات مالته، وبعدين خمس قراءات ياخذ ويطلع يعني يرسم رسم بين لمدة تربيع وبين الاثقال مالته المستخدمه بالتجربه. تجربه رقم يعني هنا هم فيديو اخر طلاب تشوفون هذا الفيديو هنا اوضح. اي طبعا اكو طلاب بالمناسبة اكو ترتيبين لاهتزاز الشوكه الرنانه، هسه هاي الشوكه يعني تهتز عموديا على يعني اتجاه الحركه، واكو لا يعني يهتز ويا اتجاه الحركه. لاحظوا هاي الموجه يعني اذا نعتبر هذا الحبل الطوخ الخط الطوخ هو الموجه الصاخبه، الخط الداش او الزقزاق او المنقط مو المنقط المخطط هو الموجه اللي تنعكس. لاحظوا هاي البولي هاي البكره وهاي الاثقال مالتنا وهاي الشوكه وهذا مولد مال الذبذبات اللي هنا يعني ملف يعني مر بتيار متناوب، وبالتالي بتيار متناوب مجال مغناطيسي متناوب، مجال مغناطيسي راح يولد قوه مغناطيسيه متناوبه، والقوه المغناطيسيه المتناوبه راح تخلي الشوكه يعني تهتز والحبل هم يهتز وياهن. شوي نقلل الصوت وهكذا. هذا لا هذا الاهتزاز مالت الشوكه صار باتجاه اتجاه حركه الموجه الى اخره، وعايد تشوفون امامكم يعني نفس القوانين اللي احنا استخدمناها. نروح على فيديو اخر. هلو عيني هلو ثبرنا ثبيره. نروح على فيديو اخر، نروح على فيديو سبعه. هاي تشوفون امامكم طلاب هاي الموجه الساكنه، هاي توافقيه اولى طبعا. وهكذا اقدر احصل على توافقيه ثانيه يعني بطنين، واقدر احصل على توافقيه ثالثه والى اخره من هاي التوافقيات الموجوده مع الموجات الساكنه او الموجات الواقفه. اروح على الفيديو اخر همينه فد شكل توضيحي لكم. هذول هنا هذا الاستاذ والطالب مالته يعني هم دي يسوون مثال على الحبل، شنو هي الموجات الواقفه والموجات الساكنه اللي هي ما لها خاصيه الانتشار، بس تنتشر بوسط اللي دي يصير بها يعني حركه، بس يعني دي يصير بها انتقال للموجه. هاي توافقيه ثانيه يعني دي يسوون توافقيه الاولى والثانيه والثالثه الى اخره، هاي توافقيه ثالثه، هاي ثالثه لانه هو اكو بطن وبطن وثلاث بطون موجوده بالتجربه، انها لا كانت توافقيه اولى. وهكذا هلو مجرا هلو. هسه نروح على الفيديو التاسع. هنا أنا طالب يعني هم نفس الحال، شوفوا هاي ماكو حركه ماكو فايبريشن، ان يساوي زيرو ماكو اي بطن ولا هذا. وهكذا هذا توافقيه ثالثه، قبل كان يعني هاي ثالثه، هذا توافقيه ثالثه. وهكذا موجه يعني من ايده تنتقل توصل هنا تنعكس الموجه تتداخل فتكون هاي الانماط مال الفايبريشنز، وهي نفسها بال هو نفسها هاي الطلاب بالمناسبه بالادوات الموسيقيه هم نفس الشيء، هم توافقيات كلها يعني تو ذا رايت وتو ذا ليفت اللي هو يعني انتقال الموجه كيف، هاي شرح مبسط.
هلو. نجي للعاشر. العاشر هاي نفس الشيء، هاي همينة تشوفون امامكم انماط الهارمونيكيات او التوافقيات، توافقية ثانية، التوافقيات يعني مكان تولد الموجة، وبعدين توصل للبكرات هنا، هاي البكرة اللي بيها اثقال الى اخره. هلو، وراح نوصل يعني رجل ابو الهلو حتى نشوف هذا. اتصور تجربة يعني هم واضحة بالنسبة لكم، تشوفون هاي البطون والعقد. لاحظوا هاي توافقية أولى، يعني أنا هاي توافقية أولى، هاي توافقية أولى بالتجربة. هنا أيضا توافقية اثنين، وهكذا هلم جرا. آخر فيديو عندنا، آخر فيديو نروح لل يعني صديقنا أبو الهلو. الو، عليكم السلام. الرجل هنا طلاب يعني اهم يعني بالجامعه بالمدرسه، هنا طبعا هاي التجربه ينطوها بالمدارس مالتهم مو بالكليات. فتلاحظون هنا يعني هنا هذا مول الذبذبات، والموجه يعني تنتقل نحو جهه اليمين، يمين يعني يمينكم، بعدين تنعكس لليسار. ستاندنج ويف يعني الموجات الواقفه. لاحظوا وياي هاي شكل البطون والعقد، يعني كلش واضح طلاب هنا أنا بالتجربه. تشوفون هذا البطن اهتزاز، هاي عقده، بطن، عقده، بطن الى اخره، يعني واضحه. لاحظوا هنا أنا بالتجربه، يعني هنا الاستاذ والطالب يعني يطبقون الموجات الساكنه على حبل عادي. يعني يقول destructive وcontractive، يعني اما تداخل بناء واما تداخل اتلافي. فالتداخل البناء هو اللي قمه وقعر بطن كامل، والتداخل الاتلافي هو بس عقده. بالتجربه هاي تصوير بطيء طلاب، لاحظوا التصوير البطيء شلون الموجه تتحرك. هو يقول سو كول، يعني كلش بديع وكلش روعه الطالب، يعني بما معناه انه يعني هاي الموجه، هاي الموجه هم انا بالكورس الثاني راح اكو تجربه اسمها سرعه الصوت، يعني هم يعني راح يعني نشتغل هم نستخدم مبدا الموجات الواقفه. يعني اتصور يعني كل شيء واضح يعني بالتجربه طلاب، ويعني حسابات ما بيها شيء، بس مجرد رسم بياني بين اللمدة تربيع وبين الاثقال، يطلع اسلوب يعني خط مستقيم من نقطه الاصل. الاسلوب نعوضه بهذا القانون، تردد شيء يساوي انه الجي تعجيل ارض 980 انطيكم اياه بالتجربه، الميو كثافه طوليه انطيكم اياه بالتجربه، اللي هو 3 في 10 اس ناقص 3 غرام على سنتيمتر مربع، على سنتيم العفو، لانه كثافه طوليه يعني كتله لوحده الطول، وعلى واحد على الاسلوب، يعني الاسلوب اللي انتم راح تستخرجونه. شكرا جزيلا طلاب، واي سؤال عندكم تواصلوا وياي. مع السلامه.